بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هشوف موقع حلو قوي 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 قوي، autodraw.com. ده من شركة جوجل. الصراحة انا بدعي للراجل اللي عمل البرنامج دوت، بقول له روح يا شيخ ربنا يجبر خاطرك زي ما كبرت خاطرنا. الفكرة كلها هو عامل زي سبورة بسيطة، وهتلاقي الادوات العادية في الرسم، يعني مش هتحس ان في اي ميزة خالص الا في الزرار دوت اللي هو autodraw ده. انت بترسم اي حاجه ملهاش اي معنى، فهو بيخلي لك ليها معنى. او يعني مثلا بترسم حاجه ومش عارف ترسمها قوي، هو بيروح رسمها كأن فنان حقيقي اللي رسمها. يعني خلينا مثلا نرسم عجله مثلا او اي حاجه كده. الهبل دوت تلاقيه راح محولها لك العجله الحقيقيه ومديك كذا شكل ليها. تمام، تخيل العك اللي انا كنت بعمله هو حوله لحاجة حقيقية. تلاقي اشكال كتيرة قريبة من الشكل اللي انت رسمته، بيقولك انهي شكل اللي انت عايز ترسمه. يعني ممكن تكون انت راسم حاجة مثلا زي كده، هو يبدأ يقولك ده دي مثلا ده مثلث فارسمه لك بالشكل دوت، او جسمة حريمي او مثلا حاجة زي كده. بيجيبلك اشكال قريبة من الشكل اللي انت رسمته، بس تبقى حاجة قوية. ده يعني تقدر تقول ايه، زي اوتو كوركت للرسم. بدل ما كنت انت بتكتب كلمة غلط فهو يصلحها لك، لا ده انت بترسم رسمة غلط فهو يصلحها لك. الموقع autodraw.com ده شكل كده هروح له كتير لو انا عايز اعمل ان انا برسم وكده. خلينا نرسم حاجة غريبة شوية، وليكن مثلا حاجة بالشكل دوت. هو اوتوماتيك بيقول لك ده انت قصدك مثلا ساعة رملية ولا قصدك بالشكل دوت، ويجيب لك لوحة فنية كده. ما شاء الله ما شاء الله، يعني روح يا شيخ، يعني هو جبر الخاطر على الله، ربنا يكرمك.